السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة أخبار اليوم أتمنى قبل ما نبدأ في موضوع الفيديو ريت تنزل تحت الفيديو وتضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك لك الأخبار الجديدة يوميا تخفضت في النوادي والمواصلات عشر خدمات لأصحاب المعاشات في القانون الجديد تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون 148 لسنة 2019 والذي بدأ تطبيقه وتفعيل أحكامه اعتبارا من أول شهر يناير الجاري بابا خاصا بالرعاية الاجتماعيه لاصحاب المعاشات انطلاقا من التزام الدوله بتوفير سبل التكافل الاجتماعي والتمكين من المشاركه في الحياه العامه بما يضمن حياه كريمه لاصحاب المعاشات وفي هذا الصدد ينص القانون على ان ينشا في صندوق هيئه التامينات حساب للرعايه الاجتماعيه لاصحاب المعاشات ونص القانون في هذا الباب على انه يختص مجلس اداره هيئه التامينات باقتراح الانشطه والخدمات المختلفه التي يتم تقديمها لاصحاب المعاشات ووضع ضوابط وشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلي: واحد المساعدة في توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم. اثنين توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة في المصايف والمشاتي وزيارة الحدائق العامة. ثلاثة الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات. أربعة أي أنشطة اجتماعية إضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة قرارا بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتي. واحد تخفيض تخفيف نسبي في تعريف المواصلات بالسكك الحديديه وكذلك وسائل المواصلات العامه المملوكه للدوله داخل المدن اثنين تخفيض في اسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكه للدوله تلاتة تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة أربعة تخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لأي منها داخل الجمهورية وخارجها ويكون التخفيض في جميع الأحوال بما لا يجاوز 74% من القيمة الرسمية خمسة أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائرتها ستة أولويات في التيسيرات التي تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي والبنوك والجهات الأخرى جدير بالذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بدأ تطبيقه بدءا من أول شهر يناير 2020 باستثناء أربع مواد متعلقة بالتزامات الخزانة العامة لأموال التأمينات والمعاشات. بدأ تطبيقها من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليه وهي المواد 111 112 113 114 وبالتالي بدأ تطبيق هذه المواد بدأ من يوم الجمعة 23 أغسطس 2019 أتمنى ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الأخبار الجديدة يوميا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته